برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن في الفاصل بنتكلم أنا وأحمد على النني، والحقيقة أنه في كتير جدا من الأقاويل اللي اتقالت أنه النني كان رفض أنه هو يعني يقوم بعملية الإحماء ما بين الشوطين، ولكن طلع وكيل أعماله قال أن الكلام ده ما حصلش تماما، النني ما لعبش المباراة بناء على زي ما كابتن حسام البدري قال هي رؤية فنية أن أنا ما لعبتوش المباراة دي. ليه ناس كتير جدا وأنا منهم مستائين من فكرة أن النني ما لعبش المباراة؟ هل ده معناه أنه إحنا بنتكلم على أن النني أكبر من تيشيرت منتخب مصر؟ بالعكس، أنا بدأت كلامي بأنه مفيش أي حد مهما كان بيلعب في أكبر دوري في العالم، مهما كان التيشيرت اللي بيلبسه سواء كان تيشيرت ليفربول، أرسنال، بايرن ميونخ، حتى هيجي عند منتخب مصر ويبقى أكبر من منتخب مصر، مفيش أي لاعب أكبر من منتخب مصر. ولكن أنا بتكلم على لاعب الحقيقة امبارح في المباراة إحنا شفنا إنه كان خط أو أول امبارح كان خط النص في المباراة مش أفضل حاجة. أنا عندي لاعب بيلعب في أرسنال وفي مباريات كتير جدا بيكون كابتن الفريق، وأكيد خبراته هتفرق جدا مع المنتخب، والحقيقة إن احنا شفنا فعلا لا الأداء، لا كان في أداء ولا كان في شكل للعب ولا كان في تكتيك ولا جمل مدروسة شايفينها بين اللعيبة في الملعب. ليه ما استفدش بخبرات لاعب زي ده؟ ليه أجيبه؟ أكيد أكيد أنا مش جايب النني، ده تفكير كتير من الناس، أنا مش جايب النني عشان ألعبه مثلا مباراة جزر القمر اللي هي مباراة يعني طبعا كل المباريات مهمة، ولكن في الأول في الآخر خلاص هتبقى مباراة تحصيل حاصل، بما أن الحمد لله المنتخب ضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية. فده مش معناه أنه في حد كبير على تيشيرت المنتخب، ولكن لما يبقى عندي لعيبة عندها خبرات مش طبيعي أن أنا أكون جايبه علشان أقعده دكة. وجهة نظر تحترم، وأنت كمان عندك وجهة نظر وتحترم برضه. لا أنا مش بتكلم على النني ولا على غير النني، أنا بتكلم على قاعدة عامة. أي لعيب شايف أنه أكبر من منتخب مصر، أي لعيب شايف أنه هو وجوده في المنتخب شرف للمنتخب، شكرا جزيلا بصرف النظر عن أسماء. أنا بتكلم في قاعدة عامة، المنتخب ده مفترض أنه الهدف الأهم بالنسبة لأي لعيب أنه يمثل بلده دولي. والقصة الحقيقة مش قصة النني، لأنه بيتهيألي حتى لو النني ده المنتخب كان كتير وياما ماتشات كتير كان موجود فيها، ده مش تقليل من النني، أنا بحب النني جدا وبشوفه ولد عنده إصرار وعنده تحدي وعنده إمكانيات، والسيزون الأخراني الحقيقه قدر مع نفسه كده يراجع حساباته ويقدم محمد النني في نسخه جديده كده، وشايف انه النني في افضل حالاته بالتاكيد اضافه للمنتخب. لكن انا مش بتكلم على النني، مش بتكلم، انا بتكلم جيل الحقيقه، لانه الجيل ده انا كنت بقول دايما انه منتخب مصر واحده من اهم نقاط القوه عنده، قبل بقى الامكانيات وقبل اسماء المحترفين وقبل المهارات وقبل كل حاجه حلوه احنا بنتكلم فيها، الروح. كتير قوي من البطولات دي سمة المصريين في الرياضة عموما، أوقات كتير جدا الروح، الحالة المعنوية، الحافز النفسي عند اللعيبة بيعوض في أوقات كتير جدا ماتشات بتكون فيها الكفة مش لصالحنا. يعني لما تيجي تقيس مصر مع كوت ديفوار 2006، كوت ديفوار بفتح البتوعه، أنا بكلم حضراتكم على 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 يايا توري، على دروجبا، على أسماء يعني وولد كلاس، يعني أسماء حاجة من الآخر. لا طبعا منتخب كوت ديفوار أتقل بكتير جدا بصرف النظر عن البطولة، كانت على أرضنا وبين جمهورنا وقدرنا نكسب البطولة، وهكذا في 2008 وهكذا في 2010. الروح غايبة. يختلف أسماء الأجهزة الفنية، يعني سميلي برادلي، سميلي كوبر، سميلي شوقي غريب، سميلي أجاري، سميلي حسام البدري، دول كلهم أجهزة تعاقبت على تولي مسؤولية المنتخب في الفترة ما بعد نسخة حسن شحاتة. ولا مرة ظهر المنتخب المصري بروحه الشخصية، على الرغم ان احنا بنأكد مرة تانية على ان إمكانيات الأسماء اللي بيضمها المنتخب كأحسن ما يكون. انا بشوف انه الجيل ده لا يقل من ناحية الإمكانيات عن جيل 2006 و2008 و2010، ولا يقل عن الجيل اللي حقق بوركينا فاسو 1998، حسام وحازم وعبد الستار وعمارة وغيرهم. لكن الحقيقة الروح والشخصية غايبة، عشان كده أنا بشوف أنه المرحلة اللي جاية مهمة جدا، بداية من ماتش جزر القمر. الجمهور مستاء جدا، يعني مفيش حد في مصر مختلف عن الأداء في مباراة كينيا، مع كامل التقدير للعوامل الغير مساعده، منها انه المنتخب اتجمع في فتره بسيطه، منها انه ما كانش في فتره اعداد ولا ماتشات وديه، منها انه مش عارف الاكسجين ايه، منها انه اللعيبه حاسه انه التاهل خلاص يعني بيحاول هدف باقل جهد مطلوب. لكن في النهايه احنا بنلعب كينيا، يعني في النهايه احنا مش رايحين نلعب الكاميرون ولا رايحين نلعب غانا ولا رايحين نلعب السنغال عشان يبقى
الاداء بالمستوى ده اللي ممكن يكون مقبول بالنسبه للجمهور وانت بتلعب بره ارضك مع فريق كبير. على كل الاحوال يعني هنتكلم كتير وهنفرد مساحه المنتخب عشان احنا عايزين منتخبنا يظهر في احسن صوره ممكنه، وعايزين منتخبنا في الكاميرون يبقى عنده فرصه حقيقيه في المنافسه على البطوله، وعايزين منتخبنا في كاس العالم اللي جاي يظهر بشكل محترم ويقدم حتى لو ما تاهلش الادوار يعني ما راحش اللي بعيد في المنتخب يقدم على الاقل كوره محترمه. نبقى احنا لغايه النهارده فاكرين 90 ليه؟ عشان لعبنا ماتشات كبيره معهم، احنا ما تاهلناش برده بس لعبنا ماتش كبير قوي مع هولندا كلنا فاكرينه لغايه النهارده، نلعب كورتنا ونمتع جماهيرنا، مش مطلوب مننا حاجه تانية اكتر من كده. نروح لاخبار النادي الاهلي؟ عايزه تروحي؟ نروح. عايز تفضل في المنتخب؟ لا نروح. لا لا هنتكلم على المنتخب كتير النهارده بس نروح للاهلي نتعرف على اخر اخباره الاول. خليني اقول لحضراتكم انه طبعا فريق الكره بالنادي الاهلي حصل على راحه سلبيه من التدريبات النهارده، والمفروض ان هو يستأنف تدريباته بكره ان شاء الله في اطار استعداداته لمواجهه المريخ السوداني في بطوله افريقيا المقرر اقامتها في السودان يوم 3 ابريل اللي جاي في الجوله الخامسه للمجموعه الاولى بدور المجموعات طبعا لدوري ابطال افريقيا. زي ما حضراتكم عارفين يعني الفريق خاض تجربه وديه قدام فريق الشباب علشان يجهز جميع اللاعبين للمباريات اللي جايه. طيب في اطار نفس الفكره برضو يمكن حضراتكم عارفين طبعا انه خالد درندلي امين صندوق النادي الاهلي هو اللي هيترأس بعثه الفريق في السودان، وحاليا بيرتب طبعا مع الجهاز الكوره ومع كابتن سيد عبد الحفيظ التحضيرات او الترتيبات اللي بيتم اتخاذها عشان ترتيب لرحله السودان في مواجهه المريخ. المباراة إن شاء الله هتتلعب يوم 3 إبريل في الجولة الخامسة، ودي تعتبر الجولة قبل الأخيرة، وبنسبة كبيرة جدا فوز الأهلي في المباراة دي. يعني التعادل طبعا يأجل شوية حسم التأهل، لكن فوز الأهلي في المباراة دي هو ممكن جدا يحسم بشكل كبير جدا تأهل الأهلي للأدوار المقبلة في البطولة. طيب الجهاز الفني بقى المنتخب مصر قرر ان هو ينقل تدريباته بكره من استاد القاهره لبترو سبورت، وده بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب بتاعنا على طبعا استاد القاهره، علشان كده هيتم نقل ان شاء الله التدريب اللي هو المفروض الساعه 6، يعني تمرين منتخب المصري الساعه 6 وده نفس ميعاد تمرين منتخب جزر القمر، عشان كده قرر الجهاز الفني ان هو ينقله لبترو سبورت. كمان خليني اقول لحضراتكم ان الجهاز الفني بيدرس كويس جدا مباراه الفريق قدام كينيا اللي هي كانت يوم الخميس اللي فات علشان يبقى في وقفه مع الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه علشان يصححوها قبل مواجهه جزر القمر اللي بيسعى طبعا كابتن حسام البدري ان هو يفوز بيها علشان يتصدر المجموعه السابعه بالتصفيات. كده المنتخب رفع رصيده بعد التعادل مع كينيا لتسع نقاط وكده بيتساوى مع جزر القمر، ورفع منتخب كينيا رصيده لاربع نقط، ويبقى كده منتخب مصر بقى لها مباراه واحده بس بالتصفيات اللي هي قدام جزر القمر يوم الاثنين اللي جاي علشان تكون على صدارة المجموعة بعد ما المنتخبين خلاص ضمنوا التأهل رسميا. وكويس جدا ان كابتن حسام البدري كان فعلا بيتكلم على انه يعني لو دي كانت مرحلة تحقيق الهدف لازم الفترة الجاية يشتغل على الأخطاء اللي كانت موجودة في المنتخب، علشان زي ما احمد قال كلنا عايزين نشوف منتخبنا في احسن حال ليه. طيب نقول لحضراتكم انه طبعا وده المهم والمشوار الأهم السنة دي يمكن للمنتخب، يعني طبعا خلاص حسبنا التأهل كأس أفريقيا في الكاميرون، لكن عندنا مشوار مهم جدا في بطولة أو في تصفيات بطولة كأس العالم بقى اللي هتتلعب في قطر 2022. احنا طبعا في المجموعة السادسة نسبيا معانا فرق إلى حد ما سهلة، يعني معناش حد من عتاولة أفريقيا. خدوا بال حضراتكم الفرق دي عشان عندها فرصة تنافس على كأس العالم مش هتبقى اللقاءات سهلة، لأن بقول نسبيا، يعني أنت وقعت في مجموعة بتضم الجابون، ليبيا، أنجولا. أربع فرق في مجموعة مصر، في عندنا 10 مجموعات فيها 40 منتخب، كل مجموعة فيها أربع منتخبات، يطلع منهم مين؟ الأوائل فقط لا غير. كده تأهلوا لكأس العالم؟ لا لسه ما تأهلوش. بعد ما نطلع 10 منتخبات نعمل قرعة، خمسة يلعبوا خمسة، خمسة اللي يفوزوا يطلعوا كأس العالم، وده الأصعب. يعني أنت بعد ما تتجاوز مجموعتك وتتصدر مجموعتك يبقى عندك مواجهة مع واحد من التسعة الكبار في أفريقيا، لأنه أتوقع طبعا العتاولة كلهم، يعني قول عندك كاميرون موجودة، قول عندك غانا، قول عندك نيجيريا، قول عندك كوت ديفوار، قول عندك السنغال، قول عندك الجزائر، قول عندك المغرب، قول عندك تونس، قول عندك مصر. دول العشرة المتوقعين تقريبا ان هم يصعدوا
توقعات، ما فيش حاجه في الكره فيها توقعات، انا بقول لحضراتكم الحسابات المنطقيه يعني. تطلع تقابل حد من التقال دول ذهاب واياب، كسبت تطلع كاس العالم. المواعيد تبتدي امتى؟ هقول لحضراتكم بقى مواعيد التصفيات. عندنا يوم من 1 يونيو ل 15 يونيو، دي هتبقى الجوله الاولى والثانيه، تبتدي في شهر 6 لنص شهر 6. من 30 اغسطس ل 7 سبتمبر هتكون الجوله الثالثه والجوله الرابعه. 4 ل 12 اكتوبر الجوله الخامسه والجوله السادسه. من 8 طبعا دي كده يبقى انتهينا من 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 دور المجموعات، يعني وصلت بقى اول، خلصت المجموعه بتاعتك مركز اول، يبقى عندك من يوم 8 ليوم 16 نوفمبر تلعب مباراه ذهاب واياب، ودي هتكون ان شاء الله باذن الله المباراه الفاصله في حاله فوزك في الجولتين تؤهل مباشره طبعا لنهائيات كاس العالم. بدايه الانطلاقه بتاعت التصفيات هيكون مع انجولا في الجوله الاولى، بعد كده نواجه ليبيا في الجوله الثانيه، بعد كده الجابون في الجوله الثالثه والرابعه، وبعد كده نرجع مره ثانيه نواجه انجولا في الخامسه، ونختم مع ليبيا في سادس جولات المجموعه. صلاح بقاله قد ايه ماشي من روما؟ بقاله كتير، 4 سنين مثلا. 4 سنين، ولحد دلوقتي مالك ورئيس نادي روما السابق فالوتا بيرد على الانتقادات اللي بتتوجه له بسبب انه محمد صلاح مشي من الفريق، وان هو ما قدرش ان هو يعوضه بلاعب مميز. يمكن احد المشجعين كان بيقول لفالوتا ان صلاح مشي وانت عوضته بالتعاقد مع باتريك تشاك بنفس السعر 42 مليون يورو، وان النادي ما كسبش اي حاجه من ساعتها، وده بيدل على عدم قدرتك ان انت تلاقي بديل مناسب لمحمد صلاح، وانك بعت افضل اللاعبين. رد عليه مالك روما وقتها وقال له انه لسه لحد دلوقتي ناس كتير بتتجاهل الحقيقه، وهي ان محمد صلاح هو اللي كان عايز يمشي من الفريق، وكان كده كده عقده قرب يخلص، فطب من الافضل ان انا ابيعه مقابل 42 مليون يورو بدل ما يرحل مجانا، انا بقى كسبت، النادي بقى كسب. طب رجع نفس المشجع وقال له سؤال تاني، قال له طب ما انت لو كنت عرضت عليه عقد كويس واقنعته ان هو يفضل كان فضل، وقال له بعيدا طبعا عن تصريحات المدير الرياضي اللي اكد انه مشي بسبب قانون اللعب المالي النظيف، فصدق انا بقى مين، انت ولا هو؟ ففالوتا رد تاني وقال له مفيش، الموضوع ده ملوش اي علاقه باحتياجنا للمال بسبب قانون اللعب النظيف، كل ما في الموضوع ان محمد صلاح كان عايز يرجع للدوري الانجليزي علشان يثبت نفسه من جديد بعد ما كان اتقال عليه كلام يقلل من شانه، ان هو ما كانش قد بطوله الدوري الانجليزي. ده كله عشان نجاح صلاح المبهر مع ليفربول اللي ما كانش حد برضه شايفه او متوقعه وهو بيتنقل من اس روما لليفربول الانجليزي. بالظبط، مجانين الكوره او مشجعين الكوره في ايطاليا يعني بيعشقوا الكوره جدا، فكل واحد عايز الافضل طبعا لفريقه. نروح للريال اللي بيخطط الحقيقه لضربه معلم، يعني ريال مدريد بيدرس حاليا يتعاقد مع 2 من اكبر النجوم في عالم الكوره وتحديدا الهجوم. بنتكلم على الفرنسي لاعب بي اس جي كيليان امبابي، وايرلينج هولاند مهاجم بروسيا دورتموند، صفقتين متوقعتين جدا في الميركاتو الصيفي الجاي، صفقتين من العيار الثقيل، والاثنين مع بعض دفعه واحده اعتقد عندهم القدره ينقلوا ريال مدريد نقله كبيره جدا. طبعا ريال بيعاني، كل انديه العالم بتعاني بشكل كبير، بكلم اقتصاديا يعني، خصوصا انه الريال عنده طبعا تجديد سانتياغو برنابيو كلفه مبلغ كبير جدا يقترب من نصف مليار، عندنا كوفيد 19 وازمات اللي سببتها اقتصاديا، عندنا طبعا تقل في مستوى اجور لاعبي ريال مدريد بيمثل عبء كبير جدا على خزينه النادي، ولكن الحقيقه هم شايفين انه مستقبل ريال مدريد، خصوصا ان احنا بنتكلم على 2 لعيبه صغيرين في السن، يعني امبابي وهولند عندهم قول مثلا 10 سنين يدوك قدام، وبالتاكيد استثمار الريال فيهم هيكون استثمار كسبان، مش بس ممكن كمان يقدم بعد كده بارقام تفوق بكتير المبلغ اللي ممكن يشتري. لكن يبقى السؤال، هل احنا بنتكلم على صفقتين تقريبا ممكن يكلفوا مبلغ 300 مليون يورو، ده على اقل تقدير، وبالتالي هل من الممكن او هل الريال عنده القدره بالفعل لأنه ينفذ الصفقتين دول في نفس التوقيت؟ أعتقد أنه شيء صعب جدا، ولكن أؤكد مرة تانية أنه في حالة نجاح الريال أعتقد أنه هنشوف نسخة جديدة من ريال مدريد غير النسخة الباهتة الحقيقة اللي مش قادرة تعوض غياب نجوم كبار زي زيدان وفيجو ورونالدو ورونالدو من بعد كريستيانو وغيرهم من النجوم اللي من بعدهم الحقيقة الريال مش قادر يلاقي نفسه
مره تانية. طبعا انا بشوف ان اي نادي هيروحه هالاند هيبقى اضافه كبيره جدا ليه. خليني يا احمد، طبعا كان من الهايلايتس بتاعت الاسبوع اللي فات ومن اهم الاحداث كانت زياره كابتن محمود الخطيب للنادي سموحه، وتاني يوم لنادي الاتحاد السكن.